التنسيقية المغاربية لدعم مبادرة أو مقترح الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية هي فكرة جات راودتنا منذ أشهر. نحن نخب مغاربية فكرنا في أنه بما أنه يوجد دعم دولي كبير للمقترح الحكم الذاتي وإعلان عدة دول عن دعمها عن هذا المقترح آخرها عديد الدول خلال قمة مراكش والاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش. احنا كنا فكرنا قبل وتواصلنا من ولما لا نحن كمغاربيون ننخرط في نفس المسار، بل نحن اللي خصنا نكونوا من الأوائل اللي يدعموا هذه الفكرة، لأن المقترح الحكم الذاتي هو صون لسيادة المغرب، وبالتالي البناء المغربي لا يتحقق إلا باحترام سيادة المغرب وسيادة جميع البلدان المغاربية. لقاؤنا اليوم أو ملتقانا اليوم الملتقى المغاربي الأول الدعم لمبادرة ومقترح الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية جمع نخبا مغاربية جاءت لتعلنها صراحة وعلنية أنه لا حل سياسي إلا في إطار سيادة المغرب، وأن الشرعية الدولية تتطلب الالتزام بها، وأن فكرة الاستفتاء قد تجاوزها الزمن، وأنه من المستحيل أن يكون هناك استفتاء، لأن الطرف الذي عاد المغرب وافتعل هذه الأزمة منذ أكثر من 47 سنة لا يمتلك النية أصلاً الحسنة أو الصادقة لحد حل هذا المشكل. المبادرة هو مقترح الحكم الذاتي هي عملية لإنهاء معاناة إنسانية بالأساس، ولم شمل جميع العائلات والمحتجزين الذين حوصروا لمدة 47 سنة في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية. إننا في الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية مؤمنون بأن التسويق والحشد الدعم على المستوى المغاربي لمقترح الحكم الذاتي هو يدخل في إطار تحقيق الحلم المغاربي، وقطار الاتحاد المغاربي سينطلق من الصحراء المغربية، لأن لا يمكن بناء الاتحاد المغاربي ولا يمكن لهذا القطار أن ينطلق إلا بحل مشكلة الصحراء المغربية وطي ملف هذا النزاع المفتعل الذي أضر ساكنة المنطقة وأضر كل الشعوب المغربية. اليوم بمدينة العيون تم الإعلان عن ميلاد التنسيقية المغاربية لدعم المقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، طبعا لأن كما نعلم أن الصحراء المغربية هي مسألة وجود وليست مسألة حدود، قضية عادلة، ونحن لا يعني نستجدي شيئا من أحد لأن القضية عادلة. كما قلت هذا الميلاد ديالها التنسيقية هو حدث جد مهم، لأنه للمرة الأولى يعني المجتمع المدني والفاعلين السياسيين ومن مختلف المشارب هبوا للقول بأن مقترح الحكم الذاتي هو المقترح الذي سيخرج هذا النزاع المفتعل من النفق المسدود والذي تسببت فيه الجزائر، والذي منذ 1975 كانت تصرح بأنها غير طرف في النزاع، والحال أنها طرف في النزاع وعرقلت التكامل المغاربي وعرقلت يعني المسيرة باش يكون عندنا اتحاد مغاربي. لذلك أجمع الكل، وكما لاحظتم أن المتدخلين كلهم أجمعوا أن المغرب يعني اللي هو عنده قيادة حكيمة يعني قام بعدة مشاريع منجزة على أرض الواقع، لأن في نفس الوقت ومواكبة ومع المداخلات تم عرض فيديو الذي بيّن جميع المنجزات، لأن كانوا هنا معنا الممثلين الدبلوماسيين، كانوا المتدخلين من السعودية، من ليبيا، من تونس، من الجزائر، إذن كلهم من المغرب كذلك، كلهم صرحوا بأن يعني مسألة ديال الصحراء في هذا النزاع المفتعل ما لا توجد إلا في مخيلة الجزائر، وأننا سنستمر إن شاء الله.